وفقرة ضيف لهذا اليوم سنخصصها لذات الموضوع، حيث ما زالت تتوالى تداعيات التصحيح في الموقف الإسباني من الصحراء المغربية. فبعد ترحيب الاتحاد الأوروبي والإشادة الأمريكية، قامت مدريد بإبلاغ موقفها الجديد إلى الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، وبذلك تفتح إسبانيا صفحة جديدة في علاقاتها مع المغرب جارها الجنوبي. للمزيد أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط عبد العالي بن الياس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسية التابعة لجامعة محمد الخامس. أستاذ صباح الخير. صباح الخير. إذن إسبانيا تعبر عن دعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. في تقديركم، ما هي أسباب هذا التحول في الموقف الإسباني الأخير؟ بكل تأكيد أن العلاقات المغربية الإسبانية تعرف اليوم حالة من الانفراج بعد الاحتباس الذي عرفته هذه العلاقة نتيجة لاستقبال إسبانيا لممثلات ميليشيات البوليزاريو، ولكن أعتقد أن هناك عوامل أساسية أدت إلى مراجعة إسبانيا لمواقفها إزاء قضية الوحدة الترابية وإزاء العلاقات المغربية الإسبانية. أولى هذه العوامل والذي يعتبر عامل أساسي مهما وهو ثبات الموقف المغربي إزاء إسبانيا وإزاء كذلك شركائه فيما يخص قضية الوحدة الترابية. فهذا الموقف كان ثابتا وصامدا ولم يتزحزح عنه المغرب قيد المنى، مما دفع بدبلوماسية إسبانيا والحكومة الإسبانية بإعادة النظر في تقديرها وقراءتها للواقع السياسي ولواقع العلاقات المغربية الإسبانية، بحيث أمام هذا الصمود وأمام كذلك حجم العلاقات التي تربط المغرب وإسبانيا التي تعتبر طبعا علاقات استراتيجية وعلاقات كذلك تاريخية، فتقديرها لهذه العلاقات وإعادة تقييمها لهذه العلاقات ظهر أن إسبانيا ليس أمامها إلا خيار واحد، وهو خيار الاعتراف بمصداقية وبأهمية وبجدية مقترح الحكم الذاتي، والذي يعتبر هذا التصريح وهذا الإعلان الواضح والصريح بمثابة منعرج مهم وأساسي في العلاقات المغربية الإسبانية، لأن اليوم إسبانيا تواجه تحديات أساسية مهمة. نعم. على المستوى الأمني، على المستوى كذلك الاقتصادي، بحيث أنه لا يمكن أن تضحي بهذه المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية بانجرار وراء أطروحات أكل عليها الظهر والشرب، ومن ثم اختارت الصوت. طيب. أو طريق الحكمة والتوصل والتبصر وبعد النظر في علاقاته الاستراتيجية والتاريخية التي بكل تأكيد سوف ترخي بدلالها. نعم. على مستوى العلاقات المغربية مع الاتحاد. طيب. الأوروبي وباقي كذلك. أستاذ عبد العالي، إسبانيا تبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأممي للصحراء ستيفان دي مستورا، تبلغه بموقفها الإيجابي من الصحراء المغربية. برأيكم كيف سينعكس ذلك على ملف الصحراء في الأمم المتحدة؟ من الواضح اليوم أن ملف قضية وحدة الترابية يعرف. نعم. تغييرات مهمة وأساسية، بدءا من تعيين المبعوث الشخصي الأمين العام للمتحدة السيد دي مستورا، إعلان رسمي لإسبانيا بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي، نفس إعلان تم إعلان علو كذلك من طرف فرنسا وإسبانيا وغيرها من 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 الدول، وبحكم كذلك أن إسبانيا اليوم إسبانيا تعتبر لها علاقة تاريخية بالمناطق هنا الجنوبية باعتبار أنها كانت مستعمرة لهذه المنطقة وتتوفر على حقائق تاريخية وحقائق إدارية، وهي تعرف أن هذه الأراضي المغربية هي أراضي تابعة لسيادة المغربية ولا على علاقات وروابط تاريخية مع الحكومة ومع الوطن المغربي. ثانيا أن إسبانيا تعتبر عضوة في لجنة أصدقاء الصحراء التي تضم كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومن تم وجود إسبانيا في هذه اللجنة وتبنيها لمقترح الحكم الذاتي سوف يساهم في تدعيم المجهودات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ممثل المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة في تسوية قضية الصحراء، كما أن الدعم الذي كان تقدمه طبعا إسبانيا لجبهة البوليزاريو الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدبلوماسي، الدعم المتوالي على
على أراضيها سوف ربما سوف بكل تأكيد سوف تعيد فيه النظر إسبانيا، ومن ثم سيؤثر ذلك على المجهودات التي يقوم بها الأمين العام المبعوث الشخصي، ومن ثم بأن سوف تكون الحكومة الإسبانية بجانب هذه المجهودات الدبلوماسية التي يقودها دي مستورة للضغط على الأطراف المتنازعة لإيجاد حل متوافق عليه من داخل طبعا قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على الخيار للحكم الذاتي التي تصف طبعا بالواقعية والجدية والمصداقية. ومن ثم إسبانيا لها دورها الأخلاقي، لها دورها كذلك الدبلوماسي والسياسي للدفع بعملية إيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي استمر لسنوات يرخي بدلاله على العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. نعم. طيب، إسبانيا أصبحت تؤمن الآن وتعي جيدا اليوم أن المغرب يشكل بوابة أوروبا نحو إفريقيا، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مستقبل العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد؟ المغرب لا يعتبر فقط بوابة أوروبا نحو إفريقيا، ولكن يعتبر كذلك بوابة إفريقيا نحو أوروبا، وبحكم كذلك أن المغرب وإسبانيا يوجدان على خط التماس ما بين القارتين، سوف يساهمان بحكم موقعهما الجغرافي وبحكم كذلك ثقلهما السياسي، فالثقل السياسي لإسبانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي بجانب طبعا ألمانيا وفرنسا، والثقل كذلك السياسي للمغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى كذلك علاقته الإفريقية التي هي علاقات عريقة ومتنوعة وتأخذ أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية. أعتقد بأنها هذا طبيع وتحسين العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا سوف يساهم في تدعيم هذه العلاقات ما بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، خاصة في مجموعة من ملفات، أول هذا الملف والملف متعلق بتدبير ملف الهجرة الغير شرعية، لأن تدفق اليوم ديال المهاجرين من دول الصحراء والساحل ويهدد طبعا لأوروبا، ومن ثم هذا يعتبر أول ملف سوف يتم يعني دراسته ويتم كذلك التأكيد عليه. ثانيا الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة الإفريقية من ناحية الاقتصادية، من حيث الموارد المعدنية الموارد الطاقية، خصوصا اليوم نعرف أزمة ديال الطاقة على مستوى العالم نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، ومن ثم بأن هذه العلاقات المغربية الإسبانية سوف تسير في اتجاه إزاج سبل وصياغة لوضع آليات للتعاون ما بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. أستاذ عبد العالي، يعني كيف ساهمت الدينامية الجديدة وغير المسبوقة للدبلوماسية المغربية، كيف ساهمت في هذا التطور الأخير في الموقف الإسباني؟ وهنا لابد من التوقف عند نجاعة الدبلوماسية المغربية في التعاطي مع الملفات الشائكة والحساسة. المهم اليوم من المؤكد اليوم أنه يجب أن نعترف بأن الدبلوماسية المغربية تعرف دينامية جديدة وعرفت دينامية جديدة في السابق في تدبير ملفاتها وفي تدبير علاقاتها الخارجية، حيث أن المغرب لم يعد حبيس الدبلوماسي أو العلاقات التقليدية التي كانت تربطه بالاتحاد الأوروبي، بحيث نهج دبلوماسية ناعمة من خلال تنويع علاقاته مع باقي دول العالم، مع القوى المؤثرة في القرار على المستوى الدولي، في علاقته مع روسيا، في علاقته كذلك مع الصين، الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على صحرائه، ولوج المغرب بشكل قوي الى العوده القويه للمغرب الى افريقيا، ولوج كذلك الى العلاقات المغربيه على مستوى امريكا اللاتينيه، بمعنى ان المغرب خلق ديناميه غير سابقه في علاقاته الاقتصاديه، في علاقاته السياسيه والتجاريه والدبلوماسيه مع مختلف دول العالم، ومن ثم لم تعد الدول التقليدية إسبانيا فرنسا ألمانيا والاتحاد الأوروبي هي الوحيدة التي تشكل عنصر أساسي في العلاقات الخارجية المغربية، ومن ثم من خلال هذا التنويع اقتنعت الجارة الإسبانية بأن لا محيدة عن 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 عن, عن تحسين علاقتها مع المغرب الإسبانية، والتي يوجد في مقدمها مع المغرب وفي مقدمة هذه المواضيع التي تؤرق والتي تشكل حجرة عثرة في هذه العلاقات هي قضية الصحراء المغربية، ومن ثم الاعتراف الصريح والواضح بأهميته ومصداقية وجدية الحكم الذاتي، ومن ثم هذا القرار الإسباني هو نتيجة لتتويج هذا المسار الطويل للعلاقات المغربية مع المحيط الخارجي ومع كذلك
دول الجوار. أستاذ عبد العالي، يعني بعد موقف إسبانيا وقبل ذلك موقف ألمانيا، هل يمكن القول اليوم أن المغرب شرع فعلا في عدم القيام بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة؟ المغرب اقتنع بأنه علاقاته السياسية مع دول الجوار خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي أنه عليه أن يبدأ مقاربة دبلوماسية جديدة. هذه المقاربة التي تم الإعلان عليها في خطاب المسيرة الخضراء بأن المغرب لن يقبل أي شراكة لا سياسية ولا تجارية ولا اقتصادية لا تدخل بالاعتبار أقاليم الجنوبية. جرب ذلك طبعا مع ألمانيا وجرب كذلك مع إسبانيا، وهذه المقاربة الجديدة هي مقاربة أعطت نجاعتها وأعطت كذلك نتائجها على المستوى الدبلوماسي. والملامح الكبرى لهذه النجاحات هي الاعتراف ديال ألمانيا، الاعتراف كذلك بالحكم الذاتي بمصداقيته من طرف كذلك إسبانيا، ومن تم أي شراكة اليوم أو مستقبلا مع دول العالم لا يمكن لا بد أن تنبني على الأخذ بعين الاعتبار بأن المغرب هو دولة واحدة، ليس هناك فرق بين مغربه وجنوبه ولا بين شرقه وغربه، ومن تم أي تطبيق لهذه الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية فيجب أن تطبق في جنوب كما تطبق كذلك في الشمال، وبأن هذا النزاع هو نزاع مفتعل وموجود بين أيدي منظمة الأمم المتحدة ويدي البعوث الشخصي الأمين العام. شكرا. يجب أن يتم الفصل ما بين التعاون الاقتصادي والتجاري وما بين مسار التسويات لهذا النزاع الموجود في طور المفاوضات بين الأطراف المتنازعة. من الرباط عبد العالي بن الياس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسية التابعة لجامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا.